آخر يوم في عمري خدني من أول حياتي وهم همي اللي كانت آخر مداب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري خدني من أول حياتي وهم همي اللي كانت آخر مداب خيرها في دمي وعايش فيه بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهل بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه بعد الأم في ايه دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة بعد الأم في ايه يهدى باله اللي في عياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه ثم أمي لحد آخر يوم في عمري فضل من أول حياتي وهم همي اللي كانت آخر هداب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري فضل من أول حياتي وهم همي اللي كانت آخر هداب خيرها في دمي وعايش فيه أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال لو هعمل لك ايه تستاهل ميت ألف عيد عاللي عملتي لو هعمل لك ايه من في تعب سير ما نمشي من في أول مرة بمشي سندت عليه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري فضل من أول حياتي وهم همي اللي كانت آخر هداب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري فضل من أول حياتي وهم همي اللي كانت آخر هداب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري خدني من أول حياتي وهم همي اللي كانت آخر هداب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري خدني من أول حياتي وهم همي اللي كانت آخر هداب خيرها في دمي وعايش فيه بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهل بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه بعد الأم في ايه دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة بعد الأم في ايه يهدى باله اللي في عياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري فضل من أول حياتي وهم همي اللي كانت آخر هداب خيرها في دمي وعايش فيه
بكم دوستان عزیز. راستی اوربا بسیار دیر افتک شدم اینترنت دیدم از روز دراز بسیار نویستم که دمیر بی کالیم گذاشته است. این واقعاً خبری درست است. من خودم حاضر از نویه دیوشتی شما دم بشهر دوشنبه وقت که صبح فهمیدم امروی نگینم اونقل و روان شدیم به نویه دیوشتی. برادر بسیار مهربانی ما، برادر بسیار خاکسار ما، سندکاری که آوازی بهترین داشت. انسانگری این نفر من حد و سرحد ندارد، مهربانی این نفرم حد و سرحد ندارد و خیلی هم شخصی به همتا. و این مرگی نوبهنگام از ما دوستی عزیزی ما سندکاری اصیل محبوب دیر همگان رو برد. برای امین فقط دعا میکنیم دیگزور خانه آخیرتش آباد باشد. بیاید بسیارتر برای یک دیگر کارهایی نکنیم، زیرا چه خیلی که من این صبح این خبر رو شنیدم و این چیز رو دیدم و برای خود یک چیز رو درک کردم که واقعا هر یک دقیقه زندگی ما غنیمت است. بیاید بسیارتر با یک دیگر کارهایی نکنیم، با یک دیگر کمک رسانیم و نزدیکان رو خود رو احتیاط کنیم. به نزدیکانی دمیربی کالیوف، به پدر و مادرشان، برای همسرشان، فرزندانشان، باز هم صبری جمیل.